كيف كانت الناس تحسب المنازل بما يسمى اليوم بالأرصاد الجوية مع المرحوم الحاج عبد الرحمن السعيداني، تسجيل الأستاذ فلاح الأخضر سنة 1987. إنه الوحد، إنه الوحد وشوف راجل وهذوك شهور هذو، إيه هذوك شهور ثاني يا سيدي، شهور ثاني هما 12 كان يا سيدي نقولوا ضربوا كذا اللي راه علينا اللي راه داخل يقول له جوا، حنا نقولوا له يا سيدي هنا الكتاب يقول لها يوليوس، وراه يوليوس وراه غشت وراه الشنبر وراه دور وراه دوجانبير وراه وانبير ودوجانبير والناير وشو فراير ومارس ويبريل وماي، هادو هي العشرة. بارك الله فيك. هذاك العرض لا تقول إيش، قالك لا تقول لا تقول وش غلافات وش لا تقول إيش، على خاطر لا تخطرش في الصيف، هما شي ما يخطرش الغنم الزوايل ما تحركهم شي اللي يدخل غشت خليه مرصاو، قال لك غشت هز الدروه وهز العروه، على خاطر اللي يخلق فيه الوكيل والهيدور نخلق فيها الهيدور الى تديها من بلاد البلاد يا سيدي تعييها، يعني غشت هزاز ذروه هزاز ذروه والحكوة وهزاز العكوه، ايوه يخلق فيها وكيل لا دامي ويخلق فيها سيدي وكيل الزوايل وعمل، هذا شيء عربي هذا، اي هذا كلام يجبد السبولة مقعد يجبد ماشي يبس يبرير يجبد السبولة مقعد الكلام العام هذا كان عند الفلاح السنابات ينبت لا السبولة تخرج بالسيف تفقس غير حصاد قرب ادبح الوقت ادبح الوقت هي غير حساب ماشي منزلة هي غير حساب غير حسابها ننتهو 56 يوم في الصيف يدخل الصناعي هي نهار هي واحد ذهب نهار 57 اه نهار 57 واحد فيها واحد فيها هكا قال لي الله اه هكا قال لي حل خلف الله رحمه ايه ثم لا اربعة ايام برواك هي هي يا سيدي اللي في جويي انتم تعرفوا على حساب جويي وكذا في جويي النهار اللي تفوت فيه هو جويي راه وحداني منين تفوت فيه 11 يوم دخلوا السماي واحد في السماي واحد نهار 12 في جويي واحد في السماي احنا نقولوا لها يوليوز يدي 20 يوم كل ديك 20 يوم اللي بقات فيه هذيك سماي بنوتها وتبقى يدخل غشت يدي ديك 16 صيف دخل سماي بالحجافة يدي ديك 16 يوم صيف ودي ربعة من الخريف باش يكمل 20 وعلى شأن عبد الرحمن ما بين الفصل والفصل يعني يجي نهار 17 في غشت ولا 17 في يوليوز ايه يعني 17 ايه الشهر هذيك باش يدخل الخريف ولا باش يدخل الصيف؟ إيه إيه خاطر دروك الخريف نهار 17 في غشت يدخل الخريف إيه وخروجه؟ وخروجه ثاني يسجل ثاني في على خاطر هذا وحداني ملي يسجل ويقول له وخروج الخريف يدخل الصيف نهار 17 ثاني يقول له في اشتنبر 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 في هادو منازل الشتاء هادو التالي في الشتاء التالي في الشتاء أول ضرب كما الحساب هذا اللي نحسبوه هنا بالكتاب
واللي يحسبوه بالكساب كما اللي يحسبوه الشعنبا كما اللي يحسبوه البنيقيل كما كما بتلخص كما اللي عندهم هاي كيف كيف واللي المنازل كلها وكلها كلها علاش خاطر تشوف تاني البرابر العربية كيفنا عندهم من الحساب ونشوف تاني الشعان بقى عندهم من الحساب ونشوف تاني بنيقيل عندهم من الحساب قاعد عرض الرحال والزمور عندهم وهالبيض وكذا عندهم كتابة كلها وكلها مش مختلف مش مختلف ماشي مختلف علينا متخالف غير في النظم ودرك هذه المنزلة هذا دارها من شق ديك اللي قلنا حنايا أيوا اي هاي ولا هما هذا الناس باش نيشان حساب نيشان غير سمية المنزلة باش يتكون هنا غير هنا اي هاي غير مختلفين في, 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 في الحق نتاعهم كلها وكلها وعلاش حق نتاعهم أيوا ماهوش حق ماهوش قاع واحد ماهوش قاع واحد كما قال مع عبد الرحمن قلنا الفقيه يدخل نهار 13 في شهر نصارى احنا العربي يسبقوه بسبعة ايام يا 13 قلنا الرومي وراه 13 وراه هي 20 اذا فهمت مليح هو غير 20 ما بين الرومي والفقيه 20 يوم ما بين السبانيولي كما قالوا والفقيه 20 لا غير 20 غير 20 ما كانش السمايم السمايم والليالي هادو غيسا السمايم والليالي والعجوج وهذه اللي فيها 38 يوم تاعت العنصرة وهذو غيسا العنصرة نهار 8 نهار 89 39 في الصيف تدخل العنصرة نهار 39 ذو حساب حساب فصول ذو حساب ماهوشي 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 يعني الصيف الصيف مقسوم على شحال على سبع منازل ايه قلنا سمايل في 56 يوم اسمع لي من عبد الرحمن خليني نقولها انا وانت تصنت لي غلط قلنا 56 يوم صيف والصيف من بعدها هي تدخل سمايل الميتة فيها 20 يوم ومن بعد سمايل الميتة تخرج تدخل سمايل الحية فيها 16 يوم ما يجمل الصيف كامل على حسب ما راه يقول 92 الخريف ما فيش بالمنازل في الصيف وكاين في الشتاء هادو ما مش كاينش في الخريف الربيع فيش يا كان عبد كاين الشتاء 20 يوم تدخل ليا الحية لا نهار 27 يوم في الشتاء يدخل سمايم الموتى تدي هذيك 20 يوم نهار يدخل السمايم الحية يدو 20 يوم تبقى 25 يوم وراهم شتاء يعني نهار 28 يوم في فيفري واحد في الربيع اي فانت ويت فيفري والخريف انت شتاء جايين في الغصب وله انت الصيف جايين طويل صحة عمي عبد الرحمن الشتاء بغينا نقسموه من عصا جانفي في القسم التالي وهذا نهار واحد في الفرنساوي هذاك النص هذيك 45 يوم ايه نهار مقسوم ايه وهذا النهار يا سيدي ولا مقسوم ذاك النهار ذاك النهار مقسوم ذاك النهار ولا الاول ولا الاول ولا الاول 45 على بالي ايوا الناير والعجام يقولوا له جانفي ها كيف نهدي هذا في الشتاء اللي فتنا هذيك الكلمه راه مسجله من المك باش المنزله تجيب الماء ولا ما تجيب إيه إيه قولوا ضربك غير على خاطر على على ذان على الايام هذا الشهر دخل نافي وهذا الشهر دخل ذكر قولوا نافي دائما مليح نافي دائما حنينه على الذكر الذكر قاسي والنافي حنينه ايه هذاك باش يحسبوهم ضربك الشهر الى دخل نافي